بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزيكم حبايبي متابعيني ومشتركيني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت حبايبي اللي بيتفرج على القناة لأول مرة، إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو أو الجرس إشعارات الكل ليصلكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله جولة جديدة في الهرم. أنا طبعا بحب أقسم جولاتي علشان ما بحبش التصوير كده كل حاجة على بعضها، علشان المشاهد يبقى سهل عليه إن هو لو رايح المكان بيبقى عارف هو رايح على إيه. النهاردة إن شاء الله الجولة موديلات عبايات سودة هتعجبكم جدا، وطبعا بالأسعار. دي مقتطفات من الفيديو، هنشوف الموديلات دي ان شاء الله من خلال الفيديو، بس تابع الفيديو من اوله لاخره، كل ما تتفرجي كل ما هتشوفي موديلات جديدة متنوعة. ان شاء الله النهاردة هنشوف الموديلات دي كده مع بعض، موديلات عبايات سودة، في عبايات مطرزة وفي عبايات سادة. الاشكال اهي زي ما انتم شايفينها، هنشوف اسعارها كده داخل الفيديو ان شاء الله مع بعض. تقسيم الفيديو بيخليك انك انت تكوني رايحة على الحاجة على طول، فبسهل لكم الامر ده. العباية اللي انتوا شايفينها دي على 91 ريال، في اسعار بتتراوح من اول 53 ريال لحد 168، حاجة زي كده. في دي عبايات ملونة، عبايات استقبال، بحاول طبعا اوريكم موديلات كتير. نشوف كده الموديل ده، دي عباية سودة خالص اهي، فيها بس استرس في النص كده رقيق، على 65 ريال ولا 85. في منها مقاسات متوفر، ده شكل تاني. نفس السعر برضو. نشوف كده الموديل ده، حلوة دي قوي، القماشة بتاعتها على فكرة حلوة برضو، دي على 69 ريال. في موديلات هتلاقوا منها مقاسات مختلفة، وفي موديلات هتلاقوا منها مقاس واحد بس، على حسب، لان صراحة كان اقبال كتير بالذات على العبايات، وما شاء الله يعني. هنا على 96 ريال، العباية الكحلي دي ده موديل تاني برضو، نشوف شكل العباية دي عباية زيتي فيها تطريز كده بالخيوط، دي على 128 ريال. القماشة يا حبايبي تمن العباية بيختلف على حسب نوعية القماشة، دي برضو عباية تانية مرسوم من على الكتف وعلى الكمام، 128. نشوف كده موديلات تانية برضو، في ناس بتحب العباية السودة خالص، وفي ناس بتحب العباية فيها تطريز، على حسب الذوق يعني. نشوف كده شكل دي، شكلها اهو، شكلها بسيط برضو، دي على كام؟ على 154 ريال. في ده موديل تاني، دي 154 برضو. ممكن تلاقوا نفس الموديل متوفر منه كذا لون، ده اللون الاسود بتاعها، ده شكل تاني،
هي العباية سادة خالص، ما فيهاش حاجة يعني، يعني الجيبين بس مرسوم عليهم كده اهي من على الجنبين، وهي سادة خالص من النص. نشوف موديل العباية ده، دي فيه تطريز كده اللي هو خارج النجف ده، ذهبي في اسود. نشوف كده شكلها كده، طلعها لكم بره. بحاول طبعا اقرب الكاميرا من الحتة بتاعت التطريز دي عشان تشوفوها شكلها اهو. ب 128 دي موديلات اهي مختلفة. نشوف شكل دي برضو، دي يا دوبك بس ايه في الشغل كده على الكتف واحد. ب 128 حلوة اوي السودة دي برضو شكلها اهو، بوريكوا شكل من فوق ومن تحت. احاول كده اطلعها بره عشان تشوفوا شكلها كويس اهي. دي على 84 ريال. شوف كده موديل مختلف تاني، ده شكل تاني برضو، هي الرسمة جاية من على كتف واحد. على 84 برضو، دي ب 128 ريال. التطريز بتاعها جاي على الكمام شكلها اهو. هي سيمبل كده يعني رقيقة، مش مفيهاش شغل كتير. ده موديل تاني برضو اهي، في منها الاسود واللون اللي هو البيج، ده شكل تاني. حلو موديل العباية دي برضو، انا طلعتها لكم بره عشان تشوفوا شكلها كويس. دي ب 105، التطريز على كتف واحد برضو وعلى الكمام، الكم واحد بس اللي عليه التطريز. نشوف السودة دي حلوة برضو، دي التطريز برضو على الكمام وعلى الكتف ب 98. ده موديل تاني، دي سادة خالص. شايفين برضو موديل العباية دي حلو قوي بالنسبة للناس اللي بتحب العبايات الملونة. دي ب 168 ريال. شكلها اهو، شايفين برضو الموديل ده من العبايات السوداء. بحاول بس اطلع لكم بره عشان تشوفوا شكلها. هي قماشتها تقيلة شوية، تنفع يعني في الشتاء اكتر. شكلها اهو، دي ب 119. ده موديل عباية تاني برضو، ب 105.
عندي أشكال العبايات. ده موديلات تانية برضو من العبايات. يا رب إن شاء الله بقى الجولة تكون عجبتكم النهاردة. كانت جولة في الهرم، عبايات سودة حريمي. وأقول لكم بقى، إذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة، الضغط على زر الجرس أسفل الفيديو أول جرس إشعارات الكل ليصلكم كل جديد. إن شاء الله أشوفكم على خير، مع السلامة.